تقول السائلة: أجرت عملية في عينيها وأمر الطبيب بعدم الالتفات، فصلت إلى غير القبلة في المستشفى وسألت ابنها فقال لها القبلة صحيحة وهو يكذب، فما الحكم؟ الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت ما تستطيع استقبال القبلة فإنها تصلي إلى الجهة التي تسهل عليها ولو كانت إلى غير القبلة. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.